السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة تالتة ثانوي، طبعا مبروك ان انتوا بقيتوا في تالتة ثانوي، ونبدأ مع بعض ان شاء الله البيولوجي. ده زي preparation session عشان نبدأ ندخل على اول chapter، اول unit عندنا. عايزين نفتكر الفرق بين plant cell والanimal cell. هما two types of cells لو فاكرين، طبعا مش يعني هو ده من اولى ثانوي. في two types of cells، plant cell و animal و human. ايه الفرق بين plant cell وال animal cell؟ لان كل chapter هتاخده في البيولوجي هيكون زي تانية ثانوي بالظبط، نصه مقسوم plant والنص التاني animal. فاحنا محتاجين الاول نعرف ال smallest part اللي هي ال cell دي structure بتاعها كان ايه. فهنبدأ هنقول ان الفرق بين plant cell وال animal cell كان فيه عند plant cell wall، والانيمال سيل ما فيهاش سيل وول، فيها على طول بلازما ممبرين. كان في عند البلانت كلوروبلاست او جرين بلاستيدز، والانيمال سيل ما فيهاش طبعا. كان في عند الانيمال سيل سنتروسوم، والبلانت سيل ما فيهاش، كان فيها بارت من السيتوبلازم بيعمل نفس الفانكشن اللي هي فورميشن اوف سبيندل فايبرز في السيل ديفيجن. هناخدها دي في الاخر، يعني في اخر يونت المولكولار بيولوجي. فخلينا دلوقتي في البارت المهمة عندنا في اول يونت. في البلانت وان بيج فاكيول اهي، في الانيمال كانوا سمول فاكيولز سكاترد كده زي دي. طيب الفاكيول دي مهمة جدا عندنا في تشابتر 1، وبيعتمد عليها الجزء بتاع البلانت. نفتكر بقى الفانكشن بتاعت الفاكيول، كانت هاي كونسنتريتد سولوشن. ويعني ايه هايلي كونسنتريتد؟ يعني كان فيها سولتس اكتر ووتر اقل. هي الفاكيول دي ستورج فور حاجات كتير في البلانت زي السولتس والانزيمز والموليكولز. فالحاجات دي بتعمل بريشر اسمه اوسموتيك بريشر، يسحب الووتر من بره لجوه، لان الووتر دايما ترانسفيرز باي اوسموزز فروم هاي كونسنتريشن اوف ووتر تو لو كونسنتريشن اوف ووتر، يعني من بره لجوه. نفتكر بقى موضوع الاوسموزز ده كويس قوي لان احنا هنحتاجه بعد كده. طيب نقول ان احنا عندنا فور تايبس اوف تيشو. نفتكر الاول التيشوز بتاعت الهيومن والانيمال كانوا فور تايبس. ايه هما؟ كان في ابثيليال تيشو، وكان في ماسكولار تيشو، ونيرفس تيشو، وكل ده اللي هو كونكتيف تيشو. طيب الابثيليال تيشو ده كان يعني تيشو اللي بره، ابي يعني من بره، فكان زي السكن او لايننج يعني بطن اي حاجه. فكان لايننج اوف ستومك، لايننج اوف كيدني تيوبولز، لايننج اوف تراكيا، lining of the digestive system، اي lining، اي حاجه متبطنه يعني فيها cavity من جوه، فاعرف ان اللي جوه ده التيشو ده اسمه epithelial tissue، لان epi يعني اخر layer من بره. المسكولار تيشو طبعا ده هو المسلز، والمسلز كان عندنا 3 types. كان في واحده بس في الهارت اسمها cardiac، واتنين في مسلز جوه ومسلز بره. يعني ايه مسلز جوه ومسلز بره؟ المسلز اللي بره كانت كلها سترياتد، بره يعني فولنتري، يعني تقدر تحركها بارادتك. فكل المسلز اللي اتاتشد تو ذا سكيليتون دي فولنتري مسلز وسترياتد، ودي هنحتاجها يعني كتير في يونت 2، قصدي تشابتر 2. المسلز اللي هي جوه دي اللي هي it's involuntary، يعني اي حاجة جوه مش بتعرف تحركها زي الستومك وال اي حاجة في الفسرة مش بتعرف تحركها، urinary bladder اي حاجة. فكل ده involuntary muscles. النيرفس تيشو ده طبعا احنا عارفينه ان هو في البرين وspinal cord والنيرفز. يبقى فاضل الconnective tissue، وده برضو هنحتاجه في chapter 1. فنفتكر ايه الحاجات اللي كانت كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو كان فيه مثلا البونز وكارتليج. البونز والكارتليج دول كانوا كونكتيف تيشو، والكارتليج دي اللي هي كانت between the bones وبتعمل تمنع الفريكشن، وكنا شرحينها في اولى ثانوي ان هي زي اللي في قرقوشة الفرخة دي اللي هي لونها ابيض، هي دي الكارتليج. البلد كونكتيف تيشو،
البلد نفسه connective tissue، وال connective tissue proper ده اللي هو connect systems together، يعني الواحد مش بيمشي الحاجات في جسمه بتلق بتتحرك كده من مكانها، لا هي كلها ثابتة في أماكنها لأن هي connected together بحاجة اسمها connective tissue proper. طبعا ال connective tissue ده برضو في ال ligaments وال tendons، ده connective tissue ال ligaments وال tendons اللي هي يعني دي هناخدها معانا بقى السنة دي، بس يعني نقول ان هي attached with the muscles. طيب نفتكر بقى البلانت تيشو، وده برضو هنحتاجه كتير جدا في chapter 1. عندنا two types of tissues، في meristematic tissue. meristematic ده اللي كان في الكامبيوم، نفتكر كده في picture هنا، ده الزايلم والفلويم، اللي هو الزايلم ده بيوصل الووتر والفلويم بينقل الفود والنيوترينز between both. في حاجة اسمها كامبيوم اللي هو اللاين ده، بس الكامبيوم ده ديفايد الميريستماتيك سيلز عموما، هي كان بي ديفايد وتتشكل بقى اي حاجة حواليها. فالكامبيوم ده ديفايد externally to form الفلويم، وديفايد internally to form الزايلم vessels. تمام، نرجع بقى للتيشو التاني اللي هو simple tissue و complex tissue. simple tissue اللي هو البارينكيما كولينكيما سكليرينكيما تيشو، ودول موجودين في كل البارتس بتاع البلانت. يعني لو فتحنا الستيم هنلاقي فيه بارينكيما كولينكيما سكليرينكيما، لو الفروت احيانا الفروت بتكون كلها سكليرينكيما تيشوز، لو فتحنا الليف خلاص، يعني ده موجود في البارتس بتاعت البلانت عموما. وكمان حتى الكومبلكس تيشو اللي هو الزايلم والفلويم ده موجود في البارتس بتاعت البلانت، ودي خدناها في تانية ثانوي. ايه اللي احنا عايزين نستفيد منه هنا؟ التايبس اللي هي البارينكيما وكولينكيما وسكليرينكيما معمولين من ايه، شكلهم ايه. البارينكيما سيلز دي راوندد سيلز، في ما بينها سبيسز عشان تعمل ايريشن للبلانت، ودي موجود عادي في التيشو بتاع مثلا الليف او الستيم قلنا، وهي فيها سيليولوز خلاص، ده الستاندرد يعني مش زياده ولا اقل. السيليولوز العادي اللي هو الاستراكشر بتاع السيل وول، بتكون تعمل ستورج وفيها كلوروبلاست، وهي ليفنج تيشو. وقلنا يعني ايه ليفنج تيشو، قلناها زمان يعني نقولها تاني. ليفنج تيشو يعني كان بي ديفايد، living يعني لسه فيه نيوكليس ويقدر ان هو يتقسم. طيب كولينكيما تيشو، كولينكيما ده هيزيد عليه خلاص، هيزيد عليه يعني هو كان بارينكيما وبدا يكبر شويه في السن البارينكيما سيلز دي، فبدا يحصل ديبوزيشن لاكسترا سيليولوز، يعني هو زاد عليه سيليولوز في السيل وول خلاص، بس هو لسه living تيشو يعني في نيوكليس وفي بقيه البورتس بتاعت البلانت اللي هي بتاعت السيل اللي هي فاكيول وكل الحاجات الموجوده في السيل. ودي نقطه مهمه ان الكولينكيما فيها حصل عليها ديبوزيشن ولسه فيها كمان الفاكيول، دي نقطه مهمه هنستخدمها في تشابتر 1. سكليرينكيما تيشو بدا يحصل عليها كبرت تاني في السن الكولينكيما دي، وبدا يحصل ديبوزيشن تاني من سبستنس اسمها لجنين، يعني عليها اكسترا سيليولوز ولجنين. اللجنين ده ما كانش موجود اصلا، السيليولوز هنا موجود في الطبيعي وهنا ديبوزيشن اوف سيليولوز، وهنا عليها سيليولوز ولجنين زياده. وزي ما احنا شايفين كده هو ديبوزيت ان ذا وولز، اللجنين ان ذا وولز.